خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ألف ومئة وستة وتسعين مخالفة وتم التعامل معها حسب التعليمات الصادرة كما تم حجز المركبات المخالفة والبالغ عددها ألف ومئة وأربعة وثلاثين مركبة تستمر فترة التطهير التابعة لمديرية سلاح الهندسة الملكي بتنفيذ المهام الموكلة إليها على أكمل وجه، إذ تم تطهير مباني المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ومجموعة الراية الإعلامية، كما تم تطهير بعض الشقق والمساكن. تعاملت مديرية الدفاع المدني وحتى هذه اللحظة مع 8061 حالة مرضية، كما قامت المديرية بتخصيص عشر عيادات متنقله لخدمه المواطنين في مناطق غرب وشرق عمان وتؤكد مديريه الخدمات الطبيه بان اليه صرف الادويه الشهريه للمرضى مستمره ومن خلال اقرب مستشفى عسكري لاماكن سكناهم نؤكد ايضا للاخوه المواطنين بأن الاستثناءات التي صدرت سابقا بخصوص أمر التنقل والتجوال ما زالت قائمة، وأن التصاريح التي تم استصدارها من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لا زال معمولا بها وحسب التعليمات الصادرة. كما أؤكد هنا بأن إجراءات العزل للمصابين، الذين يتلقون العلاج المطبق في الاردن هي اجراءات معمول بها وفق بروتوكولات العزل المعمول بها عالميا وهي لحمايتكم ولصحتكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته